تعالوا يا جماعه نشوف روك. روك الكلب ده عبيطني خالص، كل ما نيجي نربطه في البوكس بتاعه بسلسله يقعد يلف السلسله على رجليه، تعمل علامه في رجليه نحلها. طب نسيبه من غير سلسله يجي ناطط من فوق البوكس طالع بره. بصوا عامل لي فصلان، تعالوا نشوفوه كده في الشراسه. ايه يا روك؟ اطلع جدع جدع. طب لما انت راجل كده حاطط ديلك ورا منك ليه؟ حاول تحله كده، هاته سكه. اطلع اطلع، ايوه كده جدع. حاول تقرب كده، طب ليه ليه؟ ما انت حلو، ما انت حلو اهو. اطلع سريع، يلا ماشي. امسك امسك يلا، اطلع اطلع شاطر. ايه ايه الحركه اللي هو عاملها من شويه دي؟ حس ان في حد زنك حد وهيضربه طلقه في حته من الدرية. خش تاني كده يلا. ولا ولا اطلع شاطر جدع. يوسف ومسعود داخل عقب جدع جدع. معاه معاه، دوخوا عليه. انا مش عايزك تدي له مشه في البق، دوخوا عليه. يلا كان هيجيبك، دوخوا عليه، دوخوا. ايوه دوخوا لحد ما ياخدها هو. كاتش كاتش. ها جدع جدع، حاول تاخدها كده. يلا حاجتك فين في يال؟ ولا حاول تاخدها. ايوه كده جدع جدع. هو لسه خايف بس هنغيروه. يلا تاني، ما تديش القماشه في البق. يلا خلي بالك، الكلب ده بيعمل حركه انداء، فاهم انت؟ الكلب ده بالذات بيعمل حركه نداله، بيرجع ورا خالص يخليني انا نسى عليه ويجي داخل مره واحده. دي حركه يعني حركه زباله جدا معفنه، تمام؟ بس دي ما فيش هتتغير في الكلب ده. خش دي بقى نعرف نعالجها اهي. شوف انا هنقعد له فين. شغال معاه جدع، حاول تاخدها. ده انت بقى عايز اللي هو وراك. جدع جدع شاطر. اللي بعده دوخوا عليه على الحيطه مره. كتش ولا كتش. الحيطة مرة بلاش على بقه. ولا امسك دي امسك الله امسك الله ايدي. ها ها امسك دي. ها يلا. ها 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 جدع شاطر شاطر، حاول تاخدها شاطر. ايدي اطلع